حاجة جت في بالك لما شفت الكلمة دي؟ أحلى أيام. ذكرت مدرسة الثانوية، تخيلت نفسي في المدرسة في الطابور. طفولتي. كان ليك لقب في المدرسة؟ مفيش لقب. كان مديرة المدرسة تقول لي أهلا ببنتي المتفوقة، بس مستحي أقوله يعني. ملوكة، إيه أجمل ذكرياتك في المدرسة؟ طابور صباحي يوم المدرسة كلها تردد وراي نشيد الوطني. علمت عليها بأطفال قدام المدرسة، أسعد لحظة أول ما باب المدرسة يفتح ونخرج كلنا على المحل ده. إيه هي أميز نشاطاتي؟ كنت دائما في مختبر روبوتات برمجة، وكنت شاطرة جدا في كرة القدم. كنت ببقى رائد الفصل. يعني كنت معروفة بجمباز في المدرسة. عندك كم صديق من المدرسة لسه على تواصل معاه إلى الآن؟ اللي نزلنا للتو نتحدثوا 4. ولا حد. 10. وكتير. كتير. لهلا يعني. ولا واحد. احكي لي موقف ما تنسيهوش. كان عندنا تطعيم، تتذكر هاليوم تركض وراي يمكن 10 جولات في الساحة عشان تعطيني الإبرة. طب لو قلت لك تقولي نشيد الوطني فاكره ولا ناسي؟ موطني موطني، لقد صارخت في عروقنا الدماء، أبت أن تذل النفوس الكرام، لك حبي وفؤادي يا وطن. ملكة، تحبي ترجعي لأيام المدرسة؟ أي والله أكيد. هل في منحة، مبادرة، جايزة، نشاط مدرسي حقق فرق في حياتك؟ طلعت لي منحة تعليمية تركية، وهي اللي كانت سببي اطلع من سوريا لتركيا، غيرت مجرى حياتي بشكل كبير جدا جدا جدا. كلنا لنا ذكريات جميلة للمدرسة عمرنا ما ننساها، عشان كده مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية معا أطلقوا حملة علمني، اللي هتمنح الفرصة ل 6000 طالب وطالبة من المقيمين في دولة الإمارات من ذوي الدخل المحدود عشان يكملوا تعليمهم يحققوا أحلامهم وما تروحش عليهم السنة الدراسية. وانت كمان تقدر تساهم معانا إن مفيش طفل يتحرم من حقه في التعليم ويكون له ذكريات في المدرسة.